صرنا ناخذ اعمار اصغر بعد ما كان اللقاح محصور بالاعمار الكبيره، هلا صرنا من فوق 18 سنه، وهالتسهيلات اللي انعملت خلت الاقبال يصير اكثر واكثر على اللقاح. فخلال الحمله كان اعداد التلقيح كبيره، وصلت باليوم بمركزنا لحوالي 220 شخص عم يتلقح، حوالي من فوق 3000 شخص لقحنا من بدايه الحمله ولحد هلا. حبيت اجي اخذ هاللقاح مشان احمي حالي اكثر ما بقدر، لانه ما اتعرض لها مره ثانيه، لانه كثير مشاكلها هي انه بتضر الجسم وبتتعب الجسم، ممكن تاثر لحالات كثير جانبيه لقدام. فاللقاح كان فكره حلوه انه ممكن يتامن، وللشباب انه ياخذوا الكل، لانه كثير منيح بالنسبه لهم كحمايه مشان ما يتعرضوا للشيء اللي تعرضت له انا.